شيخ محترم جدا بيقدم محتوى راقي، جاب صورة لبنت كفيفة وبتلعب بالقطة بتاعتها، وكانت حزينة جدا ان القطة بتاعتها تعبانة. فالتعليق دوت من واحدة الاسم غالي، ليلى، تمام، الله يرحمك يا امي. فبتقول له: طيب يا شيخ بالله عليك، جبت كلبة صغيرة وعشان قالوا لي حرام تقتني كلبة في البيت، اديتها تبني بس قلبي وجعني ومش عارفة انام من غيرها. وبتقول له كمان: انا عايزة اعرف بس كلبة زي دي ما تنفعش تعيش في الشارع، تموت يعني. طبعا هي بتتكلم تعليق، وزي العادة وزي ما انا معوداكم ان التعليق الواحد لا يكفي، ولكن لابد ان تظهر ملايين التعليقات. ليتس جو. واحدة بقى قالت لها: انا كنت رافضة وجود كلب في البيت، بس بالعشرة كبر وسطنا انا وجوزي وبنتي، وبقى كأنه فرد من الأسرة وبيحس بيا وانا تعبانة ومبياكلش الا من ايدي. في واحدة بقى تانية قالت ايه: انا متعلقة جدا بكلبتي وببكي عليها، والله ان عندها وفاء مش شفتوش في بشر. فندقت لها: وحياة ربنا قطتي تعبت حبة وكانت بترجع، رحت على المشفى وفضلت اعيط لغاية ما اغمى عليا، وهي بعد ما خفت رحت انا المشفى من كتر الزعل. واحدة تانية بقى، بصوا لا هتسمعوا دي وهتستغربوا جدا من هذا ممكن اعرف انا لو عندي قطة ومش قادرة على مصاريفها، هل لو طلعتها لحد تبني يبقى هشيل ذنبها؟ ناس كتير ردوا عليها ردود قوية. في طبعا واحدة هنا شامة بتقول: اوعى هتزعل وتموت وتفهم انك تخليت عندها. ردت قالت لها: اوعي هتزعل وتموت وتفهم انك تخليت عنها، انت بيتهيألك انها مش قادرة، انك مش قادرة، لكن ربنا لما بيشوف يقينك انك متمسكة بيها وملهاش ذنب في قلة رزقك هيبعت لك رزقها وتفضل في امانك وبيتها اللي اتعودت عليه وعن تجربة، وهتطلع لها قلب احمر على استقناعها يعني. وده صحيح على فكرة، انا القطط بتاعتي احيانا يعني انا شايفة ان انا غير قادرة ان انا اوفي احتياجاتها، ولكن انا يعني متعشمة في وجه الله خير وبراعيها لله. ليتس جو بقى نشوف التعليق اللي بالدنيا. واحدة قالت لهم: انا بجيب اكل اسطول القطط واديه للقطط اللي في الشوارع. ف وطبعا صدقة عن بنتي، صدقة عن بنتي. ده هي بتسأل الشيخ يعني، والشيخ على فكرة اجابها ان اه صدقة ما فيش مشكلة. طب والله يوم العيد الاضحى بابا ضحى بالماعز، كنت ببكي على الماعز والله العظيم، وكنت زعلانة قوي يوم العيد. طبيعي طبعا، ده ماعز برضه زعلانة هتيجي. ايوه الناس بتتريق، كان عنده قطه تعبت والحمد لله عالجتها، بس للاسف راحت للي خالقها. زمايلي ضحكوا عليا، كانت عندي زي عيالي، سكره كانت روحي، الله يرحمه الله يرحمه. على فكره وانا كمان كان عندي قط، ولما مات حزنت عليه جدا لدرجه ان انا كنت مثار سخريه من زملائي. ما علينا، اقتنوا الحيوانات الاليفه ورزقها على الله.